كل الاسماء المرشحه معروفه. انت كنت دايما عمر بتقول او الناس في السوشيال ميديا تتكلم الفانتينو مساندو شويه هو ليه الاسهم الاكبر، انت شايف ده صحيح ولا لعبه الانتخابات حتى على مستوى افريقيا دايما فيها مفاجات؟ يعني افريقيا تحديدا بيبقى فيها برضو مفاجآت. اعتقد ان دايما بيظهر مفاجات في الاخر، لكن سبورت رئيس الفيفا طبعا بيبقى هو لحد دلوقتي اللي انا اعرفه حسب معلوماتي هو اتكلم كويس جدا عن موتسيبا وقال انه صاحب تجربه يبقى مش جدا. يعني اتكلم عنه كويس جدا موتسيبا، لكن هو اللي اعرفه انه بيدعم احمد ولد يحيى جدا. في ناس كتير قوي بتتكلم ان المرشح الاقرب ما نعرفش لغايه دلوقتي هو يعني ما كانش حد يتخيل انه عيسى حياته يخرج من الكاف. يعني بالمناسبه كمان احمد هو اول رئيس للكاف يدان في قضايا فساد. يعني حتى عيسى حياته خرج بانتخابات. بالظبط خرج بانتخابات، ما فيش رئيس للكاف ودين بالفساد غير احمد. يعني دي حلقه اول مره عيسى حياته عمل دورتين في عيسى حياته لا احد كتير جدا يا كابتن هيعمل 30 سنه من 80 بين 85 سوري تقريبا 85 موجود في من 30 سنه يعني هو لا قعد فتره طويله جدا. والكره الافريقيه شهدت خلال فتره رئاسه عيسى حياته مجموعه من النجاحات الكبيره ده صحيح والتطور العظيم في حته التسويق والعوائد وانه بطولات افريقيا بقى لها قيمه كبيره. يمكن انت حضرتك عاصرت الفتره دي كلها يعني حضرتك عاصرت من 90 لحد ما بقت البطولات كمان في 2000 وفي 2002 لا الشكل اتغير والبث اتغير والبث التلفزيوني العوائد الماليه بتاعت بطولات الكاف اتغيرت. لكن انه عيسى حياته بقى هو في فتره من الفترات خلاص في الوقت ده الجمعيه العموميه للكاف قررت انها تنتخب صحيح. احمد في الوقت ده يعني احمد اول رئيس يدان بالفساد او يعزب بالظبط بقضيه فساد من رئاسه الكاف ودي حاجه تفرد بيها هو. يعني اعتقد ان الفتره اللي جايه لن تشهد عوده احمد للمشهد حتى مع التظلم، لكن هنشوف. هو قدم تظلم قدم خلاص اجتمع بالمحامي بتاعه علشان هيقدم التظلم بتاعه للمحكمه الرياضيه الدوليه خلاص.